نرجع تاني مع بعض وتعالوا نتكلم شوية في التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر بكرة أمام بوتسوانا في الجولة الرابعة من تصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2015. منتخب مصر ثلاث احتمالات، ما فيش رابع يعني غيرهم، يعني غير الثلاثة اللي احنا هنقولهم دول، هو يعني احتمالات بسيطة جدا. الاحتمال الأول إن منتخب مصر يلعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه المباراة الأولى في بوتسوانا هناك، والتشكيل ده نجح وعمل مباراة كويسة، وحسب بس حسب الاستراتيجية اللي كانت مطلوبة هناك في بوتسوانا، ان انا اقفل الملعب، استحوذ، اضيق المساحات، ما اخليش فريق بوتسوانا يوصل لمرمايا، والعب على يعني التكتل في نص الملعب وفي العمق، واحاول استحوذ على الكرة باكتر وقت ممكن واوصل، وزي ما وصلنا من خلال تسديدة محمد صلاح ومحمد النني وكسبنا 2-0، وده كان المطلوب يعني 100% في المباراة. اللي حصل في المباراة اتنفذ بنسبة 100%. فالتشكيل ده الاحتمال الاول، التشكيل احمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد نجيب، سعد سمير، احمد فتحي، محمد عبد الشافي، في نص الملعب ابراهيم صلاح، محمد النني، عمرو السوليه، وليد سليمان، محمد صلاح، عمرو جمال. ولكن في الاحتمال ده هتلاقي عمرو السوليه بقى واخد واجبات هجوميه اكتر من مباراه بوتسوانا، يعني هيبقى بقى قدام مثلا في نص محمد صلاح وليد سليمان، هتلاقي محمد صلاح ناحيه اليمين، وليد ناحيه الشمال، وفي النص عمرو السوليه. ده الاحتمال الاول بالنسبه لمنتخب مصر. الاحتمال الثاني ان انا اضم لعيب وسط مهاجم زي ايمن حفني، الاعب ايمن حفني وسط محمد صلاح وليد سليمان، على اساس ايمن حفني لعيب بلاي ميكر مهاري يقدر يزود الناحيه الهجوميه لمنتخب مصر، واستغنى عن واحد من الثلاثه او واحد من الاثنين، النني او عمرو السوليه، واعتقد ان ممكن يكون عمرو السوليه لو هو هيبدا بايمن حفني. ده احتمال. الاحتمال الثالث وان هو يلعب باثنين مهاجمين، ان هو هنا في بوتسوانا، هنا في مصر منتخب بوتسوانا هيتكتل وهتلاقي فيه 7-8 في منطقه الجزاء، فلما عمرو جمال يلعب لوحده هتلاقي الناحيه الهجوميه او التواجد الهجومي داخل منطقه الجزاء بالنسبه لمنتخب مصر قليل، فيقول لك ايه، انا العب باثنين فراوده، عمرو جمال وخالد قمر، ومن تحتيهم محمد صلاح وليد سليمان، واستغنى عن واحد برضو من عمرو السوليه او النني في نص الملعب، انا مش محتاجهم كهاف ديفندرز، محتاج بس اثنين مش محتاج ثلاثه، واروح مدخل خالد قمر جنب عمرو جمال ووليد سليمان ومحمد صلاح. ده احتمال. دول الاحتمالات الثلاثه اللي كابتن شوقي بيفكر فيهم، يا اما يبدا بنفس التشكيل اللي لعب بيه في مباراه بوتسوانا وعمرو السوليه يبقى عنده واجبات هجوميه اكتر، او يقعد عمرو السوليه ويلعب بايمن حفني جنب محمد صلاح ووليد سليمان، او يقعد عمرو السوليه او النني ويلعب بعمرو جمال وخالد قمر اثنين مهاجمين ومن تحتيهم وليد سليمان ومحمد صلاح. دول الاحتمالات اللي انا بتوقعها. نروح للكابتن مصطفى يونس بقى، نجم مصر ونجم النادي الاهلي، وهو طبعا ادرى مننا بالامور الفنيه وخبره اكبر مننا بكتير جدا، وهيقول لنا توقعاته برضو بالنسبه لتشكيله منتخب مصر والطريقه والاستراتيجيه اللي هتختلف تماما عن مباراه بوتسوانا في بوتسوانا. ازيك يا كابتن مصطفى؟ كريم، ازيك حبيبي، وحشني. الله يخليك كابتن، كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن مصطفى. ده انت مدرب كويس قوي على فكره. اهو شويه بنتعلم يعني. لا ازاي بقى. الله يخليك كابتن مصطفى. يعني شايف الماتش ازاي بكره؟ ويمكن انا بقالي حوالي 3 ايام من بعد مباراه مصر الاولى هناك امام بوتسوانا بحذر، بقول يا جماعه احنا ما كسبناش بوتسوانا، المباراه اللي هنا لسه ما كسبناهاش. الناس بتحسسان ان احنا خلاص كسبنا المباراه، ولازم الجهاز الفني مع اللعيبه يتكلم في النقطه دي كتير جدا، ان هم ياخدوا المباراه بجدية وبإصرار عشان المباراة ما تبقاش صعبة علينا يا كابتن مصطفى. ما فيش شك يا كريم ان الجملة الأخيرة دي مهمة جدا، المباراة هتبقى صعبة علينا. ليه صعبة علينا؟ لأن العامل النفسي عندهم مش موجود خالص. لأن هم خلاص خرجوا من الليلة وما فيش حاجة يبكوا عليها، لا بيلعبوا تحت ضغط ولا بيفكروا في حاجة. هل الراجل هيلعب مباراة للشو، بيلعب مصر في قلب القاهرة وفي استاد القاهرة، يضغط على منتخب مصر من اول المباراه ويحجمه، خاصه ان هم بيملكوا القوه والسرعه. بس هم امكانياتهم ما يفتحوش الجيم يا كابتن مصطفى. انا لسه هقول لك اهو. ما هو انا بقول لك ايه، ان هم ما عندهمش حاجه يبكوا عليها. فيلعب مباراه الشهر او يقول لك لا انا بلعب في القاهره ومش عايز اتغلب كتير، انا اتغلبت في بلد اثنين فهلعب زون، هلعب في 30 يارده او في 25 يارده. أيوه. هنا هتبقى مشكله. انا سامعك طبعا وانت بتتكلم على الاحتمالات، انا ارجح
حد يلعب مع وليد. اه يعني حد يلعب مع وليد من حفني او اسمه ايه التاني، حفني والتاني اسمه ايه؟ خالد قمر؟ لا. صالح جمعه ولا السوليه؟ لا 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 حفني، انا افضل حفني. حفني حفني يلعب. ايمن حفني. حفني ايمن حفني. لان حفني ان عنده المهارات اللي يقدر يضرب واحد واثنين وثلاثه، وعنده الميز باص قليل، يبقى وليد والاثنين وصلاح الاثنين في التلت الهجومي، خاصه برضو لو رجعت للماتش الاولاني التلت الهجومي في خلال 90 دقيقه ما كناش كتير قوي، ما كانش في زاد عدديه، كنت دايما بتلاقي عمرو جمال لوحده، وساعات كان بينزل ما كانش حد بيزيد من تحتيه، لكن الشوط الثاني الاداء اتحسن. انا افضل ان يلعب زي ما لعب بس يزود الناحيه الهجوميه في نص الملعب. والقصه يا كريم زي ما اتكلمنا كتير قبل كده مع بعض، مش قصه انك بتلعب براسين حربه ولا براس حربه واحد، لما يلعب في 30 يارده انت هتلعب ازاي؟ لازم تعمل تفتح الملعب الشغل الهجومي بتاعنا ازاي قدام؟ لازم تلعب براس وبراس حربه، او تلعب اثنين او تلعب ثلاثه. ليه تلعب ثلاثه قدام؟ اثنين على الطرف وواحد في القلب عشان تفتح الملعب، يبقى عندك مساحات. خاصه وانا عارف ليه شوقي غريب صمم على استاد القاهره، لان استاد القاهره اكبر ملعب في مصر واسع مساحه، فبالتالي حته التكتل الدفاعي لا تفيد في الحاله دي. ما بالك لما بنلعب في القاهره ويلعب على الطرفين، وخاصه عندك طرفين جماد جدا واخد بالك، ففي الحاله دي هتلاقي مساحات لايمن حفني وليد صلاح الدين ومحمد صلاح والكلام ده، وخاصة ان عندك محطة كويسة عمرو جمال. أيوة. فانا شايف ده اصلح تشكيل يلعب بيه، خاصة ان طيب ايمن حفني على حساب مين يا كابتن مصطفى؟ انا شايف على حساب السولية، مع ان السولية عامل ماتش كويس قوي. هو مش عشان السولية وحش، بس هو الاستراتيجية النني وابراهيم صلاح. بالظبط. يلعب بالنني وابراهيم صلاح، خاصة ان النني عنده ميزة الشوط كمان. جات له جرأة الماتش اللي فات، وخاصة وانت عارف ده من ولادي واللي انا عارفه كويس قوي، ولاعيب لما هياخد ثقة هيبقى قد كده 10 مرات. لكن لازم نعترف ان المأمورية صعبة، واللعيبة لازم تعرف ان المأمورية صعبة. لكن احنا كلنا ثقة في جهازنا الفني، وثقة في لاعبتنا، وان شاء الله يعملوا ماتش كويس، وان شاء الله تونس تكسب السنغال، ويبقى عندنا فرصة كبيرة جدا نلعب على المركز الثاني، خاصة ان السنغال هيجي يلعبونا على ملعبنا ان شاء الله. يبقى لعبتنا خدت الثقه وتقلت في الملعب، وشوي غريب ينسى بقى حته اللي بيتقال عليه والمشاني والكلام ده، ما عندناش، احنا بنلعب كوره. ممكن تكسب وتخسر، وايه المشكله يعني؟ طيب انت بتتمنى فوز تونس على السنغال، لكن تتوقع ايه؟ انا اتمنى، لكن الكوره بص يا كريم، اللي احنا بنقول بتسوانا هتتغلب من السنغال ومن تونس، مش كده؟ بتسوانا كسبت تونس لحد الدقيقه 79 1-0. وكسبت 2-1 بالعافيه. الكوره مالهاش كبير، والكوره بحاله اللعيبه يوم المباراه، واخد بالك؟ يعني احنا مش هنلعب اسوء من ماتش تونس وماتش السنغال، لا مع تونس ولا مع السنغال تاني. صح. فبالتالي الكوره مالهاش معايير ولا مقاييس. النهارده بتشوف المانيا بتتغلب، بتشوف هولندا بتتغلب من بولندا ومن مش عارف من ايسلندا. يعني الكوره مالهاش كبير، الكوره بتدي اللي بيديها، والالتزام في الملعب والتوفيق من عند ربنا في الاخر. لكن بنتمنى التوفيق لكابتن شوقي والجهاز الفني ولاعيبتنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بشكرك كابتن مصطفى، وبالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا المصري بكره باذن الله. كابتن مصطفى يونس طبعا واحد من نجوم الكره المصريه الكبار طبعا، جيل الثمانينات.